السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع قصة جديدة ورواية جديدة، بتمنى من الله العلي القدير انها تنول اعجابكم ورضاكم. وقصتنا النهاردة حبايبي بعنوان بشرة خير. في احدى القرى المصرية حيث يعيش الأهالي في ظروف معيشية صعبة ويعانون من الفقر والعوز، تتركز القصة حول شخصية ناصر الشاب الفلاح الذي يعمل في حقل والده الذي توفى قبل أن يتمكن من تحقيق حلمه في تحسين وضع عائلته. بدأت الأحداث عندما استيقظ ناصر صباحا لتشرق الشمس عليه في غرفته الصغيرة التي تتسع له ولأمه وأخواته الأربعة. كان يشعر بالحزن واليأس وهو ينظر إلى أمه التي كانت تحاول جاهدة إيجاد طعام لإفطار الأسرة. كان الماء الذي يستخدمونه للشرب والطبخ قليل، والطعام الذي يتناولونه يوميا يكاد يكون غير كافي لتلبية حاجتهم الغذائية الأساسية. ولكن ناصر لم يستسلم لليأس والفشل، بل كان يجدد الأمل كل يوم ويحاول تحسين وضع عائلته بأي طريقة ممكنة. كان يذهب إلى حقل والده الذي تركه له ويعمل فيه بجد، محاولا جاهدا زراعة المزيد من المحاصيل لزيادة دخلهم. لم يكن ناصر يعلم أن هناك بشرة خير قادمة له، حيث كانت تلك السنة ممتلئة بالنسبة لزراعته، وقد تميزت بأمطار غزيرة ودرجات حرارة مناسبة، مما جعل المحاصيل تنمو بشكل جيد وتزدهر. وفي أحد الأيام قرر ناصر التحدث إلى أحد الباعة في بلدته لمناقشة بيع منتجاته، ولكنه لم يجد أي بائع في القرية. فقرر ناصر الذهاب إلى المدينة القريبة لبيع محاصيله هناك، لكن المشكلة كانت أنه لم يملك المال لشراء تذكرة القطار. في ذلك اليوم تحدث ناصر مع مجموعة من أصدقائه في القرية وأخبرهم بمشكلته، فقرر أحدهم إعطائه المال اللازم لشراء تذكرة القطار، وقدم له أيضا نصيحة يرى أنها ستساعده كثيرا في مشروعه. نصحه بالاتصال بأحد الشركات الكبرى في البلد التي تعمل في الزراعة والمحاصيل الزراعية، والتي ربما تكون مهتمة بشراء المحاصيل التي ينتجها ناصر وعائلته. نصحه أيضا بتحسين جودة المحاصيل التي ينتجها من خلال استخدام الأسمدة العضوية الطبيعية وبذل المزيد من الجهد في زراعتها،
وبفضل النصيحة التي حصل عليها قام ناصر بتحسين جودة المحاصيل التي ينتجها وبيعها في المدينة بسعر مرتفع ومرض، مما جعله يحصل على أرباح كبيرة. بعد ذلك قام ناصر بالاتصال بالشركة الكبرى التي نصحه بها صديقه، وتمكن من الحصول على عقد لتوريد محاصيله إليها بسعر جيد. وبفضل استمراره في زراعة المزيد من المحاصيل وتحسين جودتها، وبفضل عقد الشركة الكبرى، نجح ناصر في تحسين وضع عائلته بشكل كبير. بدأ ناصر يعمل بجدية أكبر ويوسع عمله، حتى أنه قام بفتح مشروع صغير لإنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية، وتمكن من بيعها في القرية والمناطق المجاورة، مما جعله يحقق أرباحا كبيرة ويحسن وضع عائلته بشكل كبير. وفي يوم من الأيام قرر ناصر أن يشارك الخير مع أهل قريته، فقد قام بتوزيع بعض الأسمدة العضوية الطبيعية مجانا على أهل بلدته من الفلاحين، وقدم لهم نصائح حول كيفية تحسين جودة محاصيلهم وزيادة إنتاجيتها الزراعية. وبفضل تلك البشرى تحسن وضع الكثير من الفلاحين، وتحسنت حياتهم بشكل كبير. بعد ذلك قرر ناصر العمل على مشروع أكبر، حيث قام بشراء قطعة أرض وتحويلها إلى مشروع زراعي ناجح، وقد أصبحت محصولاته تعتبر من أفضل المنتجات في المنطقة. وبفضل عمله الجاد والمثابرة تحقق لناصر حلمه في تحسين وضع عائلته والمساهمة في تحسين وضع القرية بشكل عام. وبعد سنوات من العمل الجاد والاجتهاد أصبح ناصر من أشهر رجال الأعمال في المنطقة، وتميز بالتسامح والمحبة للجميع، حيث أنه كان يساعد الفقراء والمحتاجين بكل ما يستطيع، وكان يعمل على توفير فرص عمل لأبناء بلدته وعمل المشاريع الناجحة والمدرة للدخل حتى يتسنى لأبناء البلد جميعاً العمل والحصول على المال اللازم للعيش حياة كريمة ممكنة. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا، التي أرجو من الله العلي القدير أن تكون نالت إعجابكم وحازت على رضاكم. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تأتيكم القصص الجديدة أولا بأول،
شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.